النهاردة بنبدأ يومنا مع حضراتكم بمجموعة من الأخبار والموضوعات اللي بتهم حضراتكم، لكن خلينا نروح نبتدي بالأخبار اللي حصلت امبارح. ويمكن أبرز هذه الأخبار أنه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استضاف في قمة ثلاثية الملك عبد الله الثاني ملك الأردن وأيضا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتم بحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأيضا الأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها. كمان امبارح كان في لقاء للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع مستثمرين سعوديين في قطاعات مختلفة بالسوق المصرية للاستماع لمطالبهم وخططهم للمستقبل للاستثمار في مصر. هنعرف مع حضراتكم تفاصيل أكتر من خلال هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، وأشاد الرئيس بقوة العلاقات التاريخية بين مصر والأردن وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط أخوية ومودة ومصير مشترك. وأكد الرئيس أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين، خاصة في ضوء ما يجمعهم من توافق في الرؤى والمصالح وفي ظل التحديات الكبيرة اللي بتشهدها المنطقة. كمان امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي استضاف في قمة ثلاثية الملك عبد الله الثاني ملك الأردن والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتم بحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها. وأكد القادة خلال اجتماعهم على ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار جهودهم المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين، واللي بيجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام الدولية. وامبارح عبرت السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية عن سعادتها بزيارة الملكة رانيا ملكة الأردن إلى بلدها التاني مصر. وقالت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن زيارة الملكة رانيا جاءت فرصة لمناقشة الخطوات المصرية غير المسبوقة لتمكين المرأة وذوي الهمم والشباب اتساقاً مع خطة التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع مع مستثمرين سعوديين في قطاعات مختلفة بالسوق المصرية للاستماع لمطالبهم وخططهم للاستثمار في مصر وحل مشكلتهم. وأكد رئيس الوزراء الأهمية اللي بتوليها الدولة المصرية لتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية. كمان امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع تابع فيه الموقف التنفيذي لمبادرة توطين وميكنة قطاع تجارة التجزئة، وأكد رئيس الوزراء إن المبادرة دي مهمة وبتخدم الاقتصاد المصري بصورة حيوية للغاية، لأنها بتسهم في دمج المزيد من الكيانات غير الرسمية ضمن مظلة الاقتصاد الرسمي. امبارح أكدت الحكومة إنه لا صحة لاختفاء أي من السلع الغذائية الأساسية من الأسواق، وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على توافر كل السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بجميع الأسواق والمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية بكافة محافظات الجمهورية. وكمان أشار لتوافر مخزون استراتيجي آمن ومطمئن من مختلف السلع الأساسية بيكفي لعدة أشهر مقبلة. في جولة المحافظات في مجموعة كبيرة من الأحداث اللي حصلت امبارح في محافظات مصر، واللي منها انطلاق إشارة بدء موسم عصر القصب بمصنع سكر أوس في إنا، وتنفيذ 3934 مشروع تنموي للأسر الأكثر احتياجاً في كفر الشيخ، بالإضافة إلى إجراء قرعة علنية لتسليم 73 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية في أسيوط، وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من قنا اللي تم فيها إطلاق إشارة البدء لموسم عصر القصب لعام 2023 بمصنع سكر قوس، وتعتبر قنا هي الأولى على مستوى الجمهورية في إنتاج السكر من خلال ثلاث مصانع لتكرير وإنتاج السكر بمدن نجع حمادي ودشنة وقوس.
في الأليوبية تم افتتاح عيادات التأمين الصحي بمدينة طوخ بعد تطويرها وتجديدها لتقديم خدمة لائقة بمنتفع التأمين الصحي بمدينة طوخ، وتبلغ مساحة المبنى 512 متر مربع تقريباً. في الأقصر شهد مطار البالون الطائر غرب المحافظة تحليق 50 رحلة بالون طائر على متنها أكثر من 1000 سائح من حول العالم للاستمتاع بسحر وجمال المعالم الأثرية والطبيعة الخلابة على ضفتي نهر النيل من السماء. في كفر الشيخ أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني تنفيذ 3934 مشروع تنموي متمثل في قروض حسنة وتسليم أكشاك ومواشي، وده تماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. في الشرقية وصلت الفرق الطبية تنفيذ المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وتم فحص 443 ألف طفل حديث الولادة من عمر يوم ل 28 يوم حتى الآن بنسبة تغطية 92%، وده من خلال الأجهزة السمعية الخاصة بالمبادرة. في شمال سيناء تم بحث تنفيذ 24 مشروع شبكة اتصالات جديدة بنظام الألياف الضوئية بقرى ومدينة بئر العبد لتوفير أفضل خدمات الاتصالات بمنطقة مدينة بئر العبد والقرى التابعة ليها. في أسيوط تم تنفيذ وإجراء قرعة علنية للوحدات السكنية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل بمركز القصية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتخصيص هذه الوحدات للمتقدمين طبقاً للشروط المعلنة والمحددة، وأسفرت القرعة عن تسليم 73 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية. في أسوان تصدرت المحافظة معدل التفاعل مع الشكاوى الجماهيرية بين محافظات الجمهورية وحققت معدل إنجاز 100% ضمن منظومة الشكاوى الحكومية. في المنوفية تم تقديم كافة التسهيلات أمام التجار لعرض منتجاتهم بمنافذ المحافظة وعدم تحملهم أي أعباء إيجارية أو مالية للمساهمة في تقديم سلع بأسعار مخفضة للمواطنين، وحالياً جاري توريد 3000 طن رز بالتنسيق مع وزارة التموين لضخهم بكافة منافذ المحافظة.